مرحبا، أنا اسمي نادية الزعبي. حابة أشارك معكم موقف مريت فيه قبل كم يوم. كان أول يوم تصوير لبرنامج جديد من تقديمي. كانت طاقتنا أنا وفريق العمل إيجابية جداً، وكان موقع التصوير مليء بالبهجة والحماس. خلصنا من تصوير أول حلقة، فتحت تليفوني ولقيت عشرات المكالمات اللي رنت علي خلال التصوير. طبعاً أنا خفت لا سمح الله أنه يكون أي مكروه صاب أي فرد من أفراد عائلتي. رنيت على آخر رقم وصلني، كانت صاحبة لإلي بتسألني، بتقولي ناديا شو موضوع خبر الفيديو؟ أنا ما عندي أي فكرة عن الموضوع، فبحثت على مواقع التواصل الاجتماعي لأكتشف بأنه في شخص مجهول قام بنشر إشاعة عن فيديو مسيء إلي. وللأسف كتير في ناس تداولوا هاي الإشاعة بالرغم من عدم وجود أي فيديو أصلا. ما بخبي عليكم، أنا بهديك اللحظة كنت واقفة على مفترق طرق، إما أني أنهار وأسمح لهذا الشخص المريض أنه يكسرني، أو أني أتمالك نفسي وأستند على ثقتي بالله اللي ما بيضيع عنده حق حدا، وأرفض الانكسار وأكمل تصوير. وهذا اللي صار. خلصت شغل ورحت على البيت، سألت حالي سؤال، قلت طيب هذا الشخص لما قرر أنه يشوه سمعتي بكذبته، ما همه أني أم لطفل، أني بنت لأب عظيم، أنه عندي أخ ولاد عم ولاد خال وعائلة كريمة محترمة؟ من وين اجت الجرأة؟ وهون تذكرت مئات بل آلاف القصص لفتيات أردنيات تعرضوا لأحقر أنواع الابتزاز من قبل أشخاص مع دومي الضمير، استغلوا للأسف بأن الأنثى هي الضلع الأضعف في المجتمع، وأنه للأسف في فئة من الناس تعشق الخوض في الأعراض، ضاربين بعرض الحائط الأذى النفسي والجسدي اللي رح يتعرضوا له هالبنات العفيفات، واللي ممكن لا سمح الله يوصل فيهم الأمر أنه يضيع مستقبلهم. وهون قررت أنه أنا بدي أتحمل مسؤوليتي كسيدة أردنية وكإعلامية تجاه إخواتي في المجتمع. قررت أني ما أسمح لضعفاء النفوس من المبتزين والمتحرشين أنهم يكسروني أو يكسروا أي أردنية نشمية. قدمت شكوى رسمية للجهات الحكومية اللي لا يمكن أن تقصر بحق أي بنت أو سيدة من سيدات هذا الوطن. وقررت أوجه رسالة لهذا الشخص المتخبي في جحره، وأحكي له إنك أنت واللي علق واللي شير الإشاعة رح ينال عقوبته بالقانون، وإنكم ما رح تكسروني. اليوم أنا بدي أرفع صوتي بكل فخر، وبدي أطلق مبادرة لكل أردنية تتعرض للتشويه والابتزاز من قبل ضعيفي النفوس بعنوان ما رح تكسرني. وبدي من جميع الأردنيات والجهات المختصة والهيئات الحقوقية وجمعيات حقوق المرأة إنه تتبنى هاي المبادرة وتفتح أبوابها لتكون ملاذ آمن لكل أردنية يتم المس بسمعتها والتجريح بشرفها، بس عشان تعرف إنها مش لحالها، وإنه هذا البلد ما بحكمه غير القانون العادل، وإنه في شرفاء كتير بيعتبروا كل أردنية بنت أو أخت إلهم رح يحموها ويجيبوا حقها، ورح يحاسبوا كل من تسول له نفسه إنه يلوث ثوبها الأبيض أمام مجتمعنا الغالي. أنا مش ضعيفة، أنا أردنية نشمية ومش رح تكسرني.